صراحة في يوم اي يوم لا اشوي واكل فيلي البرجر مع الاعشاب من تنمية، لانه طعمته وتتبيلته مثل ما هي كتير طيبة. بس هي كمان حضر هالفيلي ببرجر صحية معمولة من الخبزة القمحة الكاملة، استبدل المايونيز بجبنة المعزة، كون عم ضيف الكاراملايزد اونيونز جوز، وكون عم بستلذ بالفعل ببرجر كتير شهية وكتير صحية.